معنا هاتفيا من برلين خبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي. مرحبا بك يا سيد محمد. بداية، كيف ترى قرار دمج ميليشيات الحشد بالقوات الحكومية الذي اتخذه عادل عبد المهدي؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. حياكم. حقيقة القرار هو ليس بالجديد، هنالك قرارات سبقت حدثت وآخرها ما بين عام 2016 وعام 2017 تقريبا تضمن نفس الفقرات ونفس البيان، لكن اليوم هذا القرار جاء في ضمن ظروف جديدة اليوم تحيط في المنطقة، وخصوصا نحن نتحدث عن تصاعد الصراع ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، فلذلك تجد بأن هذه الميليشيات اليوم أحيطت بظروف جديدة. هنالك أحداث حدثت في هذه المنطقة، الأصابع تشير، أصابع الاتهام تشير إلى هذه الميليشيات باتخاذها خطوات في قصف السفارات، وآخرها كان التسريبات التي تسربت من أمريكا باستهدافها لأنابيب النفط السعودية، إضافة إلى أنه الميليشيات الإيرانية تم قصفها واستهدافها في سوريا. فبالتأكيد تجد بأن هذا القرار هو محاولة للاستجابة للطرف الأمريكي وللضغط الأمريكي، في محاولة لتخفيف الضغط الأمريكي وتذويب حقيقة خطوات وآثار هذه الميليشيات داخل هذه المؤسسات التي تسمى بالمؤسسات العسكرية يعني والأمنية. تتفق مع ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء، ذكرت أن هذا القرار لا يستبعد أن يكون يعني شكليا فقط، يعني هو سيكون هذا قرار الدمج. كانت ذلك كما ذكرنا قرارات سبقته ولم تنفع وفشلت، قرار صدر من البرلمان وقد فشل، لذلك نحن اليوم أمام في أي قرار يتجه باتجاه الحشد الشعبي هو قرار شكلي، هو دمج بالأسماء، لكن على الأرض الواقع هذه الميليشيات موجودة وتحافظ على كياناتها وعلى أسمائها، فلا نتوقع حقيقة من حكومة ضعيفة كحكومة عادل عبد المهدي أن تستطيع من سحب سلاح هذه الميليشيات ودمجها داخل المؤسسات العسكرية. يعني إذا صح القرار ونفذ بصورة صحيحة، ما المهمات التي يمكن أن توكل لهذه الميليشيات سيئة السمعة كما يعلم الجميع المرتكبة انتهاكات عديدة في السنوات الماضية؟ يعني هو سيدي القرار واضح بأن هنالك لا توجد هنالك نية حقيقية لإنهاء فوضى الحشد الشعبي وظاهرة الحشد الشعبي بأن تكون هنالك آلية حقيقية لدمجها داخل المؤسسات العسكرية أو الأمنية للذين تنطبق عليهم المواصفات، وهذا القرار بهذه الشمولية يدل على أنه لا توجد هنالك نية حقيقية، بالعكس بقدر ما أن هذا القرار هو قرار سياسي وقرار قد يتماشى مع الوضع الموجود اليوم، وضع الصراع الأمريكي الإيراني. لا توجد هنالك آلية لدى هذه الحكومة، لا توجد هنالك سلطة لدى هذه الحكومة على هذه الميليشيات، لأننا نعرف حقيقة بأن هذه الميليشيات هي ترتبط عضويا وقياديا بإيران بالحرس الثوري، وترتبط عقائديا، أغلب هذه الميليشيات ترتبط عقائديا بما يسمى بالولائيين وولاية الفقيه، فإذا أي قرار لا يخرج من الحرس الثوري الإيراني أو خامنئي سوف لن تطبقه هذه الميليشيات بالنتيجة. وأيضا ربما خدم عبد المهدي، البعض سيقول بأن قرار دمج الميليشيات في القوات الحكومية يعني يعد تنفيذا للوعود الحكومية حتى قبل تعيينه في رئاسة الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة والتصدي لأي تنظيم خارج عن سيطرة الدولة. يعني سيدي هو سبقه حيدر العبادي بمثل هذه القرارات ولم تنجح، ولم نجد هنالك حقيقة آثار على الأرض بأن هذه الميليشيات قد تم سحب سلاحها وقد تم دمجها وانتهت هذه الميليشيات من سيطرتها على الأراضي في العراق. فشل حيدر العبادي، وهذا القرار لا نستطيع إلا أن نقول بأنه قرار شكلي جاء نتيجة ضغوط أمريكية ونتيجة الظروف واتهام أصابع اتهام تشير إلى هذه الميليشيات بارتكاب جرائم قد تدول وقد تصدر قرارات دولية وقرارات أمريكية خصوصا بمعاقبة هذه الميليشيات. بالنتيجة هو المحافظة محاولة المحافظة على هذه الميليشيات
من عدم التأثر حاليا وعدم الاصطدام حاليا بالمجتمع الدولي أو حتى بالأمريكان. وحتى صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها ذكرت أن قادة إيران سيجلسون للتفاوض مع أمريكا عاجلا أم آجلا، هل تعتقد أن هذا القرار بدمج الميليشيات هو صورة من صور تقليم أظافر إيران في المنطقة؟ يعني هو سيدي أنا لا أعتقد بأنه الميليشيات الحشد الشعبي يعني اليوم تريد أن تنهي فعاليتها أو أن تنهي مظاهرها المسلحة، بالعكس هذه الميليشيات نراها اليوم هي طرف وذراع إيرانية وهي تتبع السياسات الإيرانية التي تتجه نحو التصعيد. لكن كما قلنا بأن دائما منذ عام 2003 وحتى الآن الغطاء السياسي الذي توفره حكومة بغداد لهذه الميليشيات هو دائما يحمي هذه الميليشيات من المساءلة القانونية، واليوم يحاول أن يحمي هذه الميليشيات من المساءلة الدولية لما ارتكبته سابقا ولما ترتكبه الآن. شكرا جزيلا لك إذن من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي.